قرب البلد يا اهل وقت يا بلد بلغيك كشك بقلبي. هذا السوق عمره تقريبا من تاريخ الطيبي يعني 300-400 سنة، وهو سوق تراثي شعبي عفوي، يعني بتيجي العالم بتعرض فيه منتوجاتها متنوعة بكل شيء، بأكل شرب لبس مواد تنظيف أي شيء بصير يبيعوه، ونحن أكيد عم نشجعه ندعمه كبلديات حتى أنه هو وجه من وجوه التراث الشعبي القديم اللي متمسكين فيه. You know, in Spain we have the same tradition, so markets in the, on the street are established every week. Today I bought tomatoes and also sweets for my people that remain in the office, picking up the phones, writing emails and so on. So I bought for them some sweets, so Lebanese and exquisite. بين الفترة والفترة بيمرق وفد يعني من اليونيفيل، حسب مثلا في منهم بيشتروا مخلوطة، في منهم بيشتروا حوايج مثلا للطبخ، معهم شيف أو هيك.